والله اكبر ونور البدر جل وجبان. نور على الجمع خلى الجمع كله امان. وعشان جمال النبي اقول مع الالحان قصة جميلة تزيد القلب نور وإيمان. يا مالك الملك يا ربي واحد أحد ولا لا الثاني. يا مالك الملك يا ربي واحد أحد ولا لا الثاني. أنت العظيم جل جلالك، أنت العظيم جل جلالك، واحد خيال البحر يا عين وراس مال انتهى بتجارته يا عين. فكر يسيب البلد يمشي في عرض الله، فكر يسيب البلد يمشي في عرض الله ولا يروح مصر يشتم صاحبه عبد الله. ما في الطريق يا كرام وجهك كده اخضر عن بعد شاب قافلة بتغني لحن جميل والصوت بيسري يسلي زغرة من بالليل عن بعد شاب ساكن هناك في الحسين عايز اروح واوان واسكنه عن لوعتي
واشحن وعالي لوعتي ويا سويت الايام قالوا عليك السلام الله يا عبد الله احنا رجال وجنا والقافله تبعه الله. مرت الايام كان عبد الله كبر وفتح الله كبر وشباب وبيرسلوا بعض ولكن تأتي الرياح بما لا تشتغي السكن ويا دكتور زين ممكن اقول تأتي الرياح بما لا يشتغي السكن القائد السفينة تأتي الرياح بما لا يشتغي يعني مش عايز غير لكن ساعات تيجي الرياح مرة واحدة. فتح الله كان عنده مركب والمركب دي كان فيها تجارته كلها وبروح مثلا بر الشام وروح هنا وهنا وهنا واذا بعاصفه في قلب البحر تقوم على المركب تقلبها في البحر ما فيها من تجاره وناس. وبص فتح الله لقى نفسه مفيش حاجه خالص وقعد يفكر طب يا رب انا عمري ما اتعودت اني امد ايدي لحد طب اروح لمين؟ شوف وانا اروح لمين؟
فظاعه. احنا رجال وغنى والقافله تبعا، وماشي بالصحراء بيسمع اصوات الوحوش. اللهم يا من نجيت يونس وهو في بطن الحوت، نجني من هذه الاخطار. وهم لسه بيقول كده واذا بالله يسمع دعاه ولاقي صوت ناس بيرددوا. يا غني وربك تم وسلمت تسلم يا عمي. الله في قلوبنا وارواحنا وفي كل معاني تريحنا، ساعدنا وبالغد فرحنا، تبعدنا وتداوي جرحنا. إذا كنا الدنيا تغلبنا وجمال غلفان بيعجبنا، وفي آخر المشوار بتسيبنا ننجح على طول خد إيدينا. يا اضرب من روحي ليا وحنين من قلب عليا، يا عالم اسرار الجايه من شر الدنيا تنجينا، من شر الدنيا تنجينا. انا مهما جنيت راجع تاني علشان الحب في وجداني، مهما الشيطان يوم نساني نورك في قلوبنا وحوالينا، نورك في قلوبنا وحوالينا، نورك في قلوبنا وحوالينا. نعم ربك تمي وسلم تسلم يا عمي. الله في قلوبنا وارواحنا وفي كل معاني تريحنا، ساعتنا نقول غد فرحنا، تسعدنا وتداوي جرحنا، تسعدنا وتداوي جرحنا. تاخدنا الدنيا تغربنا وجمال غلفان بيعجبنا، وفي اخر المشوار بتسيبنا نلقى على طول خد ايدينا. يا اقرب من روح عليا وحنين من قلب عليا، يا عالم اسرار الجايه من شر الدنيا تنجينا. انا مهما جنيت راجع تاني علشان الحب في وداني، مهما الشيطان يوم نساني نورك في قلوبنا وحوالينا، نورك في قلوبنا وحوالينا، نورك في قلوبنا وحوالينا، نورك في قلوبنا وحوالينا. السلام عليكم. انتوا رايحين فين؟ والله رايحين على مصر. طب ما تاخدوني معاكم لو تكرمتم. ليه؟ رايح مصر التاجر؟ طب احنا معانا تجاره. ليا صديق في مصر وانا حط علي الزمان، عاوز اشتكي له حالي. قال له ما اسم صديقك؟ وساكن فين؟ قال لهم ساكن بجوار سيدنا الحسين. مدد. واسمه ايه؟ قال لهم اسمه عبد الله. قالوا اهلا وسهلا، قرب يا ضيف الله. ده احنا رجاله هنا والقافله تبعاه. شايف 20 جمل اللي قدامك دول؟
البضايع اللي عليهم تبع الشيخ عبد الله اكبر تجار مصر. قال لهم يعني اجي معاكم؟ قالوا الغيبة توصل، انت صاحب الغالي واحنا خدامين الغالي، بناكل عنده عيش، عمال عنده. وصلوا الى مصر شاف سيدنا الحسين والناس شاف سيدنا الحسين والناس دراويش وذكر روايات والساحة مليان ناس اختلفوا بالشكل بس اللفظ كان واحد وكلمة الله 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 بتجمع قلوب بضيائك ظلماتي إني للرحمة ضمان فملا بالرحمة كاساتي فملا بالرحمة كاساتي مدى لرضاك أبذله يا مانح نفسي وحياتي ما زال كتابك فرقانا يهدي لطريق الحسنات ويدف لخالق البشرى ناطعة عبر الجنات قد غضب أنفسنا حتى برئت من كل النكسات لهم احنا دلوقتي بقينا في مصر وبجوار سيدنا الحسين الله هم طاروني صاحبي يا راجل تبقى جنب الامام ابن الامام حفيد امام الائمه وخير المرسلين وما تدخلش تصلي عنده قال لهم ده لازم اصلي عنده يا سلام ده انا احب اصبح اكون عند الحسين بواب ادخل اللي الصلح واطلع اللي عاب جابوا الكلام حللوه قالوا الولد ده صاب ودخلوا كشف جاي ادم سؤال وجواب جاوب على الاسئله ما غبش عنه جواب دخلوا على السيده زينب والفتح له الباب الكل بيجي اعترف خادم يا ده البيت وده الوسام الشرف من اكرم الاحباب الله 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 مدد يا سيدنا الحسين خليني صليت العصر عاوز تروح لصاحبك طب ايه خليك ورانا عشان نعملها مفاجاه يا سيدي عبد الله الحمد لله على السلامة جيت أم الجمال جد بضاعتنا سليمة
الله يكرمكم. في مفاجأة، ايه اللي تتمناه في حياتك؟ والله يا رجالة اتمنى ان ارى صاحبي. يا سلام، ما سألهمش على التجارة سليمة ولا غير سليمة، بقول لهم اتمنى انني اشوف صاحبي. شوف الوفاء، شوف الوفاء يا اللي مادام محفظتي ورمه تسال علي. اذا صفطت المحفظه وجيت اسال عليك في البيت تقول لي بنتك، قول لهم ابويا مش هنا. ايه ابوك جوه؟ بقول لكم ابويا مش هنا. قال مصر يعني هو اللي بيقول شوف بقت الناس ماديه للاخر، كلهم يدوروا على نفسه. واذا دخلت الانانيه في شعب يبقى في تفرقه، لان الوفاء مطلوب. شوف 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 الصحابه كانوا يد واحده. فاللحظه دي بقى قال لهم ما اتمناش من الدنيا اللي ان ارى صاحبي اللي لا شافني ولا انا شفته. قال له يعني نفسك تشوف صاحبك؟ طب واللي يجيب لك صاحبك؟ قال لهم اديله مكافأة. قال له صاحبك موجود هتعرفه؟ ادينا كده. ساعة ما شاف صاحبه حس بيه. انا قلت قلوب الصالحين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. عبد الله شاف صاحبه. عبد الله شاف صاحبه. عبد الله شاف صاحبه رغم انه في يوم مرض، ساعة ما شافه فرح غنم وقال الله 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 الله. جاني حبيبي وكنت اتمنى اعوض بحروب عدينا وحذفنا الجدولة. عدينا ولا رحنا معاهم ولا جينا وسيرتهم مش عايزة تسيبنا. وسيرتهم مش عايزة تسيبنا. الدار في لحظة تعطرها. بعت لي زوجته واخبرها. الدار في لحظة تعطرها بأحلى زينة تزينها تكون جميلة في منظرها. انا يا صفية الليلة سعيد عايزة
احلى دينا زينا تكون جميلة في منظرنا اعز صاحب جاي زين وانا كنت مشتاق للاخر انا يا صفية اليوم ده تعب عايز اعبر مش قادر خلي الطعام اشكال والوان ده صاحبي من احلى تعبان خلي الطعام اشكال والوان ده صاحبي من احلى تعبان خليه يعيش كده في اطمئنان ويكون في ديكي سعيد فرحان وفي يوم من الايام طلت صبية زي الحور غلت بس الحياة بادي عليك كالشمس وقت السما غلت فاتحلى لما نظر ليجا عقله سراح وعظم بيجا اتحلى لما نظر ليجا عقله يا ناس سارح فيجا فكر غني تبخته واتمنى يوم يطلب الدجا ماشي حط قول له من تاني على الطلاق لو عندك 200 سنة انت بعمك برضه وعايزك تحيي الحكومة لان احنا من غير الحكومة بندوسه في الحلق الدار في لحظة تعطرها بأحلى زينة تزينها تكون جميلة في منظرها أعز صاحب جاي زين وأنا كنت مشتاق للآخر انا يا صفية اليوم ده تعب عايز اعبر مش قادر Thank you.
محتاج يعيش كده في اطمئنان، يكون في بيتي سعيد فرحان. يكون من الايام طلت صبية مثل الحور غلت، بس الحياة بادية عليها كالشمس وسط السما هلت. عبدالله 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 لما نظر ليك انغز قلبه وسرح فيها، فكرها اني تبقى اخته واتمنى يوم يطلب ايديك. الله اكبر. عبد الله لما وصل ليك قالوا سرح وسرح فيك، فكرها اني تبقى واتمنى يوم يطلب ايديك يطلب ايديك يطلب ايديك يطلب ايديك. الله يكرمك يا شيخ زكريا، الله يكرمك. لا بس ما انا عارف انه طالع والله وطلع الحج، فخدني بقى حاجه كده يعني اديني كارت بلانش وانا اعمل لك دعايه للحج كويس. ماشي. ساعة ما عرف ان ده صديقه بعد في الدار، يا زيداني ولا روح لستك صفية وخلاها تجيب بنات الحارة ويعملوا ايه اكل، ويعملوا الوان الطعام وكل الوان الطعام يعملوها. اجبهم وامكم وكل حاجة. الله امال يا غبي يا امان، وفي حاجة وحاجة تنفع بغير طبخ يعني اجبهم بيراكوا حاجات ولا يجيبوا لحمين. عملت زي الراجل اللي كان واحد عايز في المعزة يقول له انت بتجيب اللحمه منين؟ انا طب اسال على حد اديني اجر كام؟ بيسال على اللحمه الاول قبل الاجر. يعني احنا هناكله وياهم يعني؟ وتملى بطنه. ماشي خلاص. في اللحظه دي لما وصل وعملت صفيه بقى قال لها خلي الطعام اشكال والوان، شوف الوفاء وشوف الصعب، عمره ما شاف صاحبه ده صعب من رحله فرحان، خليه يعيش كده في اطمئنان ويكون في بيتي سعيد فرحان. وبقى البيت بيته، وفي يوم من الايام بص لقى اللي بتخبط عليه. ادخل. السلام عليكم. لا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ادته كوبايه الشربات. شربت ايه يا عم؟ كوبايه سقطت منه من الجمال الباهر اللي موجود. قالوا اللهم اغفر لي ذنبي لاني اطلت النظر، والرسول يقول نظرتان لهما حلال والاخرى حرام. وسرح فيكم. قال يا سلام لو كانت قريبته ولا اخته هطلب ايديك، بس انا هطلب ايديك وانا لسه اشتغلت عنده. اما انا بارد بشكل مش كفايه انه بياكلني، هقوله جوزني. فقعد سارح شهر واتنين، فدخل عليك صاحبه عبد الله قال له مالك يا فتح الله شايفك كده؟ ما انتش الله انت بتفكر في ايه؟ قال له والله عبد الله شاف صاحبه عبد الله شاف صاحبه
واتحيروا وسألوا ليه. طب من هنا أغضبك قول لي بسرعة ليه. قال له يا صاحبي أنا بتمنى لو تقدر أكون نسيبك بقى في أختك وحتقول إيه؟ أختي وأنا ليا أخوات. سبحان الله. صفية. لا قلت نعم. قال لها انت دخلت على صاحبي هيتبع اوامرك بتقول لي خليه يبقى زي صاحب البيت فحبيت اتحيي بحاجه والله يعلم ان انا اديت الشربات حتى صاف من الكوبايه الكسيف فديله الثانيه ومشيت. قال عبدالله صاحبه متحير في عمر صاحبه بيتفكر عايز كده يسعد صاحبه في الامر الشارد متحير. في امر صعب وبيفكر عايز كده يسعد صعب في الامر الشارد بيفكر. خليك معانا يا غضنفر عبدالله صاحبه بيفكر في امر صاحبه متحير وبعد بسرعه لنسيبه لمغرب انتم متاخر. قال له تعالى خد بنتك وانسى اللي فات ولا تسالش ده سر ده بيني وبينك والسر عنه ما تسألش السر عنه ما تسألش عشان لقى صاحبه بيفكر في زوجته. شوف ده ما حصلش الا في عهد الصحابة في ايام الهجرة لما وصلوا هاجروا الى المدينة فكان الصحابي بيعرض على الأنصار يعرض على المهاجر من الصحابة أحد زوجاته. يا سلام راح نسيبه وقال له خد المخر بتاع بنتك وتعالى خده. يا ابن عملت حاجة؟ قال له والله ما عملت إلا الخير والله ما ألاقي واحدة زيها في الدنيا أخلاق وجمال وأدب وإيمان. قال له مال ليه يا ابني؟ قال له ما تسألش انسى اللي فات ولا تسألش. وبعد اربع شهور قال له كنت طلبت يا فتح الله مني ازوجك. قال له مش اختي؟ قال له مش اختك؟ قال له ان شاء الله اختي ويقصد اختي في الاسلام. قال له طب يا سيدي الليله هيتم كل حاجه. المره
الماضي واكمل ما ذكر صار عالدار في الظل كانك كتاب عليه وعطاه كل اللي كان وياك منا وكتب كتاب عليك وعطاه نص اللي كان وياك منا وقال له خد دكاك يا حبيب سافر لبلدك خالي الباب وبعت وياه رجال حرسوه لحد ما وصلوا البلد ولا يعرف السر ده منهم الا لما وصلوا الى بلده بعد اربع شهور قال له تعالى وخده وكتب كتابه على الست اللي كانت زوجته شوف قد ايه الوفاء وبعدين جاب المال قال له المال بتاعي ده هنقسمه نصين نص تاخده والنص ليا وبعت معاه رجال وصلوه الى ان وصل الى البصرة ودارت الايام ومرت الايام ومرت الايام قابلتك لكني خسرتك ونسيت اللي سبت Oh,
كده. كتاب عريض وعطاه نص اللي كان وياه من مال ودارة الايام ودخل المليك من مماليك مصر وفرض الضرائب الباهظة على التجار فافلس عمك الحج عبد الله وقال يا ما دام افلس الدهر يومان يوم لك ويوم عليك روح لصاحبك وراح قال لك محدش هيتويني غير صاحبي او جاري وانا اكرمته حتى يشغلنا عنده ومشي. سب مصر ام البلاد للبصرة راح ماشي من الدسوقي وطنطا في الطريق ماشي مليان سعادة ورضا ما تخافش عالماشي وكان مرادك تمشي في الطريق ماشي لكن عليك شر لو تقبلني قول ماشي حوض وخد لك كاسين حلوين على الماشي وكلمتين من حكم عمك ما تنساش تلقى الطريق انفتح سافر ما تتسجاش هتلاقي سيدنا الحسين واقف بين دجلك اوعى تفكر بانك رحت له ماشي وصل الى البصرة يسأل ويتحرى وصل الى البصرة يسأل ويتحرى قال لي ما دلله أهل الوفا الأمرا والحد ما دلله أهل الوفا الأمرا على ساحة مليانة بالورد والخضرة وشاف هناك العصر بين الأسر علي وصل إلى البصرة يسأل ويتحرى وصل إلى البصرة يسأل ويتحرى لحد ما دلوه أهل الوفا الأمرا على ساحة مليانة بالورد والخضرة وشاف هناك العصر عصر صاحبه بين القصر عالي أبوابه من فضة في الشمس بتلالي والقصر
مصر له ابواب من كل جبابات، من فرحته يا عين نادى على البواب قال له عوام افتح لي افتح لك الابواب افتح. صباح الفل. كلام 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 الله يكرمك. ماشي. وصل الى البصرة من ام البلاد ماشي مريم سعادة ورضا ما تخافش عن ماشي وان كان مرادك تمشي في الطريق ماشي لكن على الشر لو تبني قول ماشي حود وخد لك كاسين حلوين على الماشي وكلمتين من حكم عنك ما تنساش تلاقي الطريق انفتح سافر ما تسجاش حتلاقي سيدنا الحسين واقف بين دجلك اوعى تفكر بانك رحت له ماشي. وصل الى البصرة يسأل ويتحرى لحد ما دلوه قبل الوفاء الامراء على ساحة مليانة بالورد والخضرة على ساحة مليانة بالورد والخضرة وشاف هناك قصر تحمو بين القصور عالي أبوابه من فضة في الشمس بتلالي والقصر له أبواب من كل جبابات من فرحته يا ناس نادى على البواب قال له عوام افتح لي افتح لك الابواب افتح. مشى لغاية ما وصل الى البصرة وبقى فرحان وصابح هيقابلني مقابلة الظافرين. وفجأة وصفوا له القصر قالوا فيك ساحة كبيرة وأعلى قصر في الساعة هو إيه قصر فتح الله شيخ التجار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهارك أبيض. نهارك زي الفل. بقول لك إيه ممكن تفتح لي؟ ادي فلوس؟ لا ده صاحب القصر دي الشيخ فتح الله الشيخ التجار يبقى صديق شخص ليا صاحبي. من كم سنة؟ من كم سنة؟ انت عملت زي الراجل اللي كان عنده جحش اقعد ادي قاعدة للنبي. الله يكرمك الله يكرمك. راجل كان عنده جحش وبعدين الناس يقولوا له انت راجل امي كان عنده جحش لا لا تقرا ولا تكتب قال لهم عليا كذا عن كذا يعلم تراك بالتلات لازم اعلم الجحش يقرا ويكتب. فخد الجحش بتاعه وراح بين الشيخ المشايخ عندنا في رشيد بيعملوا ايه؟ بيفتلوا خوص كده يعني الشيخ قاعد في الجامع يوم العيال حواليه يقرم وهو يفتل ايه؟ خوص عشان يعملوا ال 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 الغلقان بتاعه البلح. فقال له عم الشيخ قال له انا عايزك تعلمني الجحش ده يقرا ويكتب. فالشيخ خاف يقول له حاجه يفكر مجنون يضربه قال له حاضر يا ابني طب سيبولي قال له هتعلمه تاخد كام؟ قال له 300 جنيه قال له خد اهو مطلع المحفظه
واداله، قال له بعد قد ايه هتعلمه؟ قال له تسيبه بعد 3 سنين تيجي ايه؟ هيكون الجحش اتعلم. سابوا الراجل من هنا والشيخ راح باع الجحش في السوق. بعد ما باع الجحش في السوق صعدنا بعد 3 سنين قال له يا مولانا الجحش عمل ايه؟ قال له ده اتعلم، خد الاعداديه في سنه والثانويه في سنه والجامعه في سنه واخد الدكتوراه ودلوقتي دكتور جراح. تروح في العتبه تقول يوسف جوهر فين؟ وصاحبني كان جاي ايه؟ اخذ عربيه مليانه تجن فوق وتنه رايح بقى على مصر فين الدكتور يوسف جوهر الجراح؟ قالوا له اه يا سلام، يبص كده في البلكونه يقول الله يا يوسف الله يا يوسف، لغايه ما وصل السكرتيره بقى بتتكلم اللي ايطالي واللي فرنساوي واللي انجليزي واللي مصري، وفي واحد بورد اسمه ده بودي جارد واقف، قال عاوز ايه؟ قال له روح قول ليوسف صاحبك جاي لك. هو مفكر يعني صاحبه يعني بتاعه الجحش بتاعه، فقال له في واحد بيقول انه صاحبه. قال له اندق له، بص للدكتور ماسك بيده وماشي كده بقى والكرسي الهزاز ده وبعدين قال له تشرب قهوه ساده ولا سكر زياده؟ هو بص كده قال له والله عالي يا يوسف. هو الراجل ايه؟ مالك يا راجل؟ قال له يعني ايش غير ده؟ انا جايب لك العربيه محمله فول وتيك. قال له الله ايه يا راجل؟ قال له انت انا كرتني، ده انا دافع للشيخ 300 جنيه عشان يعلمك، ما طمرش فيك الفول وتبنى يوسف. فالدكتور من غصته منه قال له مش هطلع بره، وتنه ضرب وصلوط. قال له صحيح، تاكدت انك يوسف. فالتاني برضه بيقول له صاحبي انا عايز صاحبك لانه كان معايا في مصر. انا بنقول لك انت مجالك بتعرفه من كام سنه؟ قول له صاحبك عبد الله عايزك بس يا سيدي. ايوه يا زيدان. في واحد بره بيقول صاحبك لابس ايه؟ لا مقطع وماشي حافي. ما قالكش اسمه ايه؟ بيقول اسمه عبد الله. من مصر. طب خد الفلوس دي اديها له وقول له ما لقيتش صاحبي. وصاحبنا نزل البواب قال له بقول لك سيدي هو مش موجود، خد الحاجه دي. بقول لك سيدي هو مش فاضي، خد وتوكل على الله مع السلامه. فبكى عبد الله، هل قدمت له الجميل في طبق ورد؟ قدمت له الجميل في طبق ورد، وضحيت باغلى ما عندي، ضحيت بزوجتي وهي كل حياتي، وديته نص مالي. يا عين يا عين يا عين يا عين، يا عين على الوفا فين الوفا الاقي؟ ضحيت عشانه بمالي، وبأغلى شيء ضحيت. عين عين على الوفا فين الوفا لقيت؟ صاحبي غدرني وجفا، طب بس اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ يا عيني يا
عايش على الوفاء فين الوفاء انا ايه صاحبي غدار دي وجفاء في الغدر اعمل ايه يكونش طبعه كده والاصل رد عليه انا مهما اقول واشتكي اشكي اتايا مين الذات اللي ما ينحكي ومين يصدق مين في حالي تتري علي حضرتك قال له لا انت بتقول اما انا اقول يا حنان وانت تقول لي يعني مش عاجبك انا بذكر اسم الله وانت بتهكم عليك قال له يا ابني ليه كده بس حرام عليك ده انا فرحان وبأتنس بيك انت بتقول يا حنان انا بقول يا منان بصدق عليك انت زعلان ليه من حياتك ده حياتك هتبتسم هتبتسم احلام العصافير
قال له لا، حياتك هتبقى احلى حياه. خد شايف السيف اللي انا لابسها دي؟ قال له ايوه. قال له هتروح هناك في ساحه اسمها ساحه الشهداء، هتاخد على يمينك وتمشي لغايه ما تلاقي ساحه الشهداء هناك عندك، وهتلاقي دكان كده راس ام واقف عليه راجل لابس سبحه زيي ولابس عمه خضرة زيي، تقول له ان الاوان والسر باب، هيديك مفتاح هيفتح لك دكان. والدكان ده بتاع مين؟ قال له ما تسألش، ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب. قال له خليك يا تغني ورا الكذاب لغايه باب الدار. السلام عليكم، آن الأوان والسر بان. قال له خذ المفتاح، ولا أقول لك أفتح لك أنا الدكان. وفتح له الدكان، وبيبص لقى دكان إيه؟ والدكان علف ولا دكان بقالة؟ دكان جواهر مليان ومستف بالبنور بتاعه بكله معروضة فيه الجواهر. قال له هشتغل فيه بالأجر ده ولا إيه؟ قال له دكانك صرف فيه زي ما أنت عايز. قال له أنت عاوز تجيب لي بلوة؟ قال له يا ابني توكل على الله وما تخافش، دي وغبة من الله لعملك الصالح، بس اوعى تنسى الفقير. ربك بيقول الفقراء عيالي والاغنياء وكلائي، فاذا دخل وكلائي على عيالي ادخلتهم النار ولا ابالي. وبقى يؤدي الصلاه في وقتها، والشهر اسمه في انحاء البصره. فحق الجهاد وحق الفداء، جاوز الظالمون المدى. ساعة العصرية من بعد ما صلى وسلم لمح على باب صبية سيد أمر يا سلم سلم يا سلم سلم يا سلم سلم يا سلم سلم، ومعاك واحدة صاحبة انت طبعا ما بتتكلم، ومعاك واحدة مصاحبة منقبة ما بتتكلم، شد الجمل لوحد ربه، شد الجمل لوحد ربه، وراح كده بسر يتنتن، والبنت واقفة بصاله بتقول له مالك يا معلم. زي القمر يا سلم سلم، ومعاك واحدة مصاحبها
مرقبة ما بتتكلم شد الجمل سبع حرابة وراح في دفتر تمتم والبنت وقفت تستغرب بتقول له مالك يا معلم العصرية من بعد ما صلى وسلم لا محالة أبو صبية زي القمر يا سلام سلم ومعاها واحدة مصاحباها منقبة ما بتتكلم شد الجمل وحد ربه وراح ده بسر يتمتم والبنت واقفة بصاله بتقول له مالك يا معلم بتقول له مالك يا معلم بتقول له مالك يا معلم من الاول وتاني على كله طيب حاضر
ماشي. تا 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 لا 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 الكلام ده بقى قال لها ما تعرفيني شخص انا ما شفتش الجمال ده ابدا عمري ما شفته عايز ما والنبي تقولي على عنوانك فين مع واحده من القبر النبي يا ستي تقولي عنوانكم فين قريتوا عنوان في الساحه الناس اللي مليانه ورد وزهور قال لها ممكن اطلب ايديك ترضي ابوك يرضى ولا عمك ولا خالك ولا اخوك قالت ما دام انا وافق خلاص قال لها موافق عليا خد الدكان ده كله وافق يا سلام ملغاوي نقط بطاقيته مش بعمته بطاقيته قالت عنواننا في الساحه فلما وصل الى الساحه نور الله الاصل ده مش غريب عني والراجل اسمراني ده مش غريب عني كنت ساكنه في البيت ده بص لقى البواب طلع يجري عليه ويقول له هلا غلا هلا غلا يا مرحبا ويا متغلا لما عرفنا ان انت جاي القصر
عبد الله لما وصل جيلك سلم على كل الضيوف وصاحبه مديله ايديه وقال له لوجودك شغوف لكنه عن صاحبه امتنع صاحبه بقى غايه الكسوف دخل القصر وجواه بقى ليالا بيعمل له بهزتين واصعب يا الف مرحب يا شيخ انا بدور عليك مجال عشان تشوف مجال طب يا اخويا بس اوعى من قدام وتن واصل على الايه طالع فوق القصر بقى اهلا شيخ التجار الشيخ عبد الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا رجال سلمش عليك لانك ما تستحقش السلام نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عبد الله هاي معلش بك انت لا ليه لانك ما تعرفش السلام اللي ما يردش الجميل في حينه يقول فيه الشاعر للصديق الوفي جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدو من صديقي وانا الشدائد خلتني عرفتك على اصلك انا استحق منك لضحيت انت عارف الزوجة قالوا عارف ان ما علمتش الا لما وصلت للبصرة انها زوجتك قالوا قسمت مالي نص لك يكون جزاي منك انك بعت لي صدقة قال له انت ما انتش عارف حاجة في راجل قابلك في الطريق قال له ايوه وقال لي وبشرني والراجل قال لي على كلمة والخير ده كله من كلمته قال له انا اللي قابلتك حبيت ان انا ما اطلبكش وانت اكرمتني في بلدك حبيت ان انا اكرمك دون ان تعرف فين اللي اكرمك ولما جيت من مصر كنت بعد الحساب واخر الليل اسيب لك ربحك واخد ربحي عملت لك الدكان اللي انت شايفه ده بما فيه من جواهر واللي هو كان مستنيك على الدكان ده واحد من اسرتي قلت له سيبه لو قال لك كلمه السر افتح له الدكان وسبتك ما رضيتش اتكلم وحبيت انني بقى اهديك باغلى هديه تعرف اللي بعتها لك دي مين قال له مين قال له اختي جميع البصره كانت تريدها ولكن انا بعتها لك بامرك قلت لك اديك الدكان كله تروح شاور اخويا قلت لك اما فايت ايوه قالت لك ايوه ايه رايك بص كده للسماء وقال الله يا ناس على الوفاء الله يا ناس الله ده صاحبي فعلا وفي والعهد يوم ما نساه ضحت عشانه وزوجته بس فتح الله ضحى بأخته عشان ده كريم يا أغلى الله زفوني على زوجتي الغالي ف
فتح الله زفوني على اخت صاحب الغالي، زفوني على اخت صاحب الغالي، فتح الله والفرحة عالتاني بينهم يا اخواني، والدنيا صبحت نور اماني واغاني، اماني واغاني، اصل الوفاء مطلوب، اصل الوفاء مطلوب، بين الصحاب مطلوب، بين الصحاب مطلوب، صلي على المختار احمد زكي الانوار، بعد استراحه شويه في الوصلة تانية جاية، والليلة حلوة غنية وننفذ المطلوب. وكانت هذه قصة الوفاء ألقيناها على أسامع سيادتكم، ولنا معكم لقاء آخر. وطبعا المركز ميادة الفيديو الحاج محمد سعيد اسكندرية وكف الدوار، حجبك ذنوبي وفعل الشر يا عيني، يا رب يا ربي لحظة رضا منك ترسيني، يا ربي لحظة رضا منك ترسيني، على بر نورك ويبغى امتثل واتوب يا رب، يا رب عن نفس والشيطان قويني، يا بي انا فيك الرضا فيك يا ابو الغناب، طيبين ومن يتجلى علينا.